السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كيا سروتو 2010 خليجي الكاسيت وتحتيه الدرج. هنحوش الكاسيت بالدرج بالفريم وهنركب شاشة HSH MP5 مع فريم. ده الكاسيت القديم اهو. هنحوش الانتظار والتكييف ونركبهم في الفريم الجديد. وده الفريم الجديد اهو 9 بوصة مع الانتظار والتكييف. نركبهم هنا وخلاص زي ما انتم شايفين اهو. بعد التركيب تغيير كامل في شكل التابلو، الشاشة مع انتظار مع التكييف في فريم جديد محترم، كله تقفل صح وعلامة الكيا ظهرت. بدل ما تبقى من 5 خليناها كيا من السيستم. ده الفيديو، صورة ممتازة، شاشة عملية بضمان سنة، تاتش حراري. وهنشغل الميرور لينك، شغل الميرور لينك بعد كده في عربية كيا سيراتو 2010 خليجي. ده شكل الفيديو مع الفريم. ده بقى الميرور لينك اهو عن طريق الكابل، يعني تشغل اي حاجة عن طريق الكابل، الصوت بلوتوث والصورة كابل، وممكن تقلب من الموبايل او الشاشة. يعني ممكن تفتح يوتيوب من الشاشة مش من الموبايل، بس اهم حاجة توصل الموبايل مع البرنامج اللي هو اوتو لينك. نشوفكم في فيديو جديد مع تحيات حمادة دي جي.